السلام عليكم، صباح الفل. عاملين ايه؟ معاكم اخوكم احمد كمال. ده فيديو سوق الجمعة بتاع الكلاب الشرسة، حاجات كده من المفرتكات، قنابل مش كلاب، كلاب شرسة جدا، مستويات عالية، في حاجات بيدفع فيها فلوس عالية شوية علشان هي شرسة اوفر، فخلي بالك يعني الكلام ايه، معدي الخط الاحمر بشوية. تمام، هنركن الكلاب ونقول ان احنا لازم نصلي على النبي. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، دي أفضل حاجة وأجمل حاجة أنت بتقدمها لي ثواب، إن أنت تصلي على النبي بسببي. دي أهم حاجة، ما أهم من اللايك والسبسكرايب والكومنت والفكك من كل ده. صلى على النبي يا عم، ودي عندي بالدنيا كلها. يلا بينا نخش على السوق نشوف الدنيا ماشية إزاي، أسعارنا إيه، الشراسة ليفلها فين، عشان في ناس بتقول لك يا عم ده مش شرس، ده كلب دخلاجي ومش عارف إيه. اتفرج على شوية دول، يلا بينا ونشوف السوق كان عامل إزاي. بنتاروت شكلها خلفت قبل كده. هادي ذكر بتاعها اهو. طالب كام في النتايج؟ صح، طالب كام في النتايج؟ النتايج بكام؟ ب 2000 جنيه. خلفت قبل كده هي؟ صح، خلفت قبل كده. عندها قد ايه؟ يا رب الحبل ما يتقطعش لان ربيته بحبل. غير كده كانوا واقفين عادي جدا وما فيش اي حاجه، كلاب اوامر يعني. عيل لسه شكل هايب الشارع، الشارع هايب الشارع اهو. حلوانات كريمي في مصر كويس. دي بص قبل الارض، تمام، شعرية يا ولد. شوف اللئيم استناني يغفلني لما اقرب عشان يفجعني. يقولهم ماشي، حلو برضه، حلو. عايز فيه كام يا صاحبي؟ معاك دفتر ورخصة. عايز فيك تلاتة. تلاتة؟ يا مصاحبي بالدفتر والرخصة. الرخصة ايه؟ 2021 الرخصة بتاعته، تمام، مع الدفتر اهو، رخصة تعمته كلها. هي 2021 تطعيمات كاملة، تابع معاه في عيادة خاصة. حلو، اديني رقم التليفون. 012 060 25 021 021. مالك مكسوف ليه؟ ده كروت بس شارس، امسكه كويس بس. كلب ايه؟ في دم. العين دي فيها مشكلة؟ ماشي. كلب في دم حلو. عايز في كام يا صاحبي؟ 4000. عنده قد ايه هو الكلب ده؟ فرخته قبل كده؟ فرشتوش؟ كلب في دم حلو. حلو، طب اسمه حلو برضه. ما
اديني رقم التليفون يا باشا. 012 76 06 26 مش 06 8. هات التليفون. بص رقم التليفون الراجل 012 7 626 38 65. ايش طبيب كلاب الكلبة دي بتمسك صح؟ الكلبة دي بتمسك بتعود دي ممكن صوت شوية. مسيطرة بالتلازي طبعا. الهاسكي ما فيش الكلام ده على الهادي. الهاسكي صح؟ بكام الحته؟ النتايه دي بكام يا بكار؟ النتايه اللي هي الشرابات ب 800 والنتايه الجيرمان دي 800 جنيه. عنده نتايه شغاله شرس. ماكس ده ولد؟ يو لا لا من غير ما ايوه معلم حبيبي اديني رقم التليفون يا بكار. 012 03 84 21 44. نايس حاجه بكار عنده كليب في هاسكي اهو. دي انتايه اللي انت بتزقها دي انتايه شكلها خايفه من الشارع. خايفه من الشارع. وذكر اهو والنتايتين دول. عجبني النتايه دي كويس. والنتايه دي حلوه بتمسك. ايه ده كروت؟ هاتوا كده في الشمس شوية. اسمه يبان بس. كلب ايه؟ كلب حلو والله. الجوازات هو بس مش للبيع على فكرة. تمام؟ بس كلب كويس. في دم؟ جدع؟ لا لا هي بالشارع. ايه ده؟ اهو. هو كلب حلو. هو كمستوى سيبك من الشراسه خالص. جوزته بكام؟ حتتين؟ متجوزش بفلوس. يا تجيبه في الشمس يا في الضل. اثبت على وجهه. والله كلب تحفة. ما شاء الله الله أكبر. ربنا يبارك لصاحبه فيه يعني. حلو. مفيش بوجة. ماشي. في نتايه جيرمان. نتايه سكه ايه؟ دل الارض مظبوطه فيها الوان شغاله. حلو. بكام النتايه؟ عندها قد ايه الاول؟ سنه ونص. انت مجوزها قبل كده على اول واحده؟ متجوزها على اول حده فالنتايه ايه؟ لسه ما خدتش نمو كامل. داخله على حيطه. داخله على حيطه. اللي باعها الوانها وديلها حلوه شغاله. عايز فيها كام؟ 1800 جنيه. ماشي ب 1800 جنيه. طب اديني رقم التليفون. 012 2 602 82 3 8.
ده بقى عشان عند الرزاق. انت ماسك الباب ده؟ الباب ده قلبه فيه دم؟ حصل شو؟ هو عيوه شغل يا سمارو القلب يا سمارو الماكس يا سمارو بكام الكلب ده؟ الكلب ده؟ باتنين وعشاننا اخر واحد عمل الكلب ده لما الام مالينو والاب دنوار ده بس يا ده زميلي عايزك هسيب امه والكرسي عليك طيب عشان طيب اديني رقم التليفون 012 04 69 66 66 04 04. ده بكر جيرمان تمام هنجربه دلوقتي اظبط له الكمامة عشان وقع على عيني شغله كده لا مش هينفع تشغله انا هشغله مسكه كويس هو شكله مش بتاع عربيات وقلق وبتاع فرادة عنده قد ايه الكلب ده؟ عنده قد ايه؟ طلع على السنتين عايز فيك ايه؟ عايز فيك ايه؟ 1.5 دي قبل الارض الوان كريمي شعره ميديم في ماسك كفوف اديني رقم التليفون يا معلم 012 53 53 53 61 61 دي جولدن جميل الجولدن ده بس ده شوكليت ايه دي جروية ايه ده بتقول برضه حتى الجولدن ده الجولدن بتاع ابو روم يا جدعان اي حاجه عند ابو روم شغاله يا جيرمان ده لسه ده ما عادش عنده ياما ده الجرو ده برضه عينه فيها مشكله بيتعالج يعني رومي النتاج شوكليت دي بكام؟ بكام؟ ده ولد بكام؟ ده ولد ودي انتايا وده ذكر الموضوع انتايا دي انتايا ولد عايز تعود العبيط عايز يتجوز مش فاضي مين رقم التليفون يا رامي؟ 012 012 012 012 8 7 8 7 3 4 3 3 4 3 انور يا صاحبي ايش طيب بص صور لنا مع الدبدب ده مرة كده ونزله لنا رجولة والله والتوك توك كمان للبيع يا جدعان طيب الكلب ده بكام؟ ده 1.5 والنتايه الشرسه دي 1000 والنتايه اللي جوه عايز فيها كام اللي جوه دي يا راجل 1.5 مالك جبتك انت يا رب
انت يا رد عندها قد ايه النتايج دي؟ سنة؟ بوسك اول حيط عشان كده تنجح. تمام؟ يا تنجح. عشان منك بوسك اول حيط. عايز فيها كده؟ ثلاثة؟ طب اديني رقم التليفون. رقم تليفونك. قول. 012 0 8 2 8 5 8 7 8 فيها دم بتقول طب امسك كويس ايه هي عشان ام جيرمان اسمه رعد جرو حلو في شغل في ديل كويس ب2000 ونص بص عشغله هاجم شاطر كويس ديل عايز 2 ونص اديني رقم الموبايل كده 012 0 كام 012 012 89 66 66 17 56 من الطعم هو لا عنده قد ايه بالظبط 3 شهور ونص ام وابوه عندك اللي عايزه اخواته عندك طيب ولا هو ده؟ لا هو ده اخواته كلهم اخدناهم في الشتاء بعد ما طلعناهم واحنا سجلنا دكتور جيرمان في دي كلب خشب وحلو عنده قد ايه الكلب ده؟ طب عايز فيك ايه؟ ده كلب جيرمان طبعا انت تعب لسه جابر مين عيب معاك انا ولا ايه هو متزاول بيه هو ايه ده ب 4000 جنيه كلب شراسه بس ما تضربوش لا 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 مش عايزين نتضرب لا لا كوشك يا مجنون مجنون اهو وهو عارف بيعمل ايه بص هو بيعض الخشب وعينه عليك برضه مركز بس خلاص كفايه كده هو هذا ده باربعة كلب مش شرسه بس ده كلب حرسه هو فين مازن تاني حيضة ليها نتايا دي تاني حيضة ليها على تاني حيضة تمام اهلي تقيلة قوي 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 لسه عيلة عندها دي كده 8 شهور تقريبا لا عندها كده بتاع 11 شهر 11 شهر دي تاني حيضة ليها عايز فيها كام
واحد ونص اخرها. واحد ونص اخرها. اخرها واحد ونص. طب بقول لك ايه الكلب الابيض ده؟ البيت بول ده كلم يحيى. البيت بول الابيض تبعك انت؟ مش خلص مع الناس. تبعنا خلاص خلاص والله ماشي. بيتكلم في كام؟ بيتكلم في كام؟ شغال هو الكلب شارس. طب نور وشراسه كل حاجه انت عايزها. عايزين نمره بالله، حد يمسك له خشبه ولا اي حاجه، حد يشغله حتى من غير خشبه. لا لا ما اضربوش ما اضربوش ما اضربش الكلب. ايوه على الارض ماشي. اداله اداله اداله. حلو كويس بس النتايه دي حلوه. النتايه دي واحد ونص يا عم. النتايه اه بيقول لي واحد ونص. انا اتفاجئت بال، قال لي تاني حيضه ليها وواحد ونص. انت ايه حكايتك؟ عارف انت ايه النتايه؟ شوكليت ونتايه دماغ. بص عليها من بعيد هتقول عليها ذكر، دي مش نتايه ابدا يعني. هي هاديه هداوه السنين. مش شرسين لا. دي وده مش شرسين. طب اديني رقم تليفون مازن. مازن 012 792 792 11 345 345. اوعى ابعد انت عنك. ابعد ابعد. ده كروت. حاجة للناس اللي عايزة شراسة. ده بكام الكلب ده؟ عامل 4000 جنيه. ب 4000 برضو على رقمك برضو صح؟ كلب جيرمان تمام؟ بس العادة الهادية. استأذنك. بيطير على الايد. كلب مجنون. بكام معاك؟ ب 2000 ب 7000 هات رقم التليفون. 012 2 847 847 8453 8453 7000 جنيه عشان شرس. سابني لحد ما قربت وراح قايم على طول بيغفل. بس كلب شرس تخلف. عنده قد ايه الكلب ده؟ سبع شهور. كلب خشب عامل ازاي؟ دي انتايا؟ ذكر برضو؟ عنده قد ايه؟ 9 شهور. الكلب ده دمه حلو. بكام وبكام؟ ده بكام وده بكام؟ الغامق باتنين ونص والدب بواحد ونص. طب اديني رقم التليفون. 012 81 38 47
الساعة 3. الكلب ده حلو، ده بيشرب، ده جميل، في دم. الكلب شغال 7 شهور ونص ب 3000 جنيه. كلب خشب حلو. ديل شعرية مخنصر. هات رقم تليفون. مفهوش اديني رقم التليفون. 012 ومعايا بردك نتايا ثانية ومعايا دفتر تربيت كله يا عم على الله. 012 كام؟ 77 85 85 65 65 67 7 شهور ونص للسعيل بس خشبه حلو. بص ده دكر الاسكان ماليما. مواصفات الكلاب دي لما تكون اصليه ما بيهوهوش، بيعو. بص كده دبدوب او دبابه مش عارف حجمه حلو. كان اللهم صل على النبي. بكام يا حوده؟ ب 5000 جنيه. اديني رقم التليفون يا حوده. 012 استنى 012 2 61 71 249. انا عايز هز الزر. اتصل على حوده. في نهاية الفيديو عايز اقول لك ان احنا هنصلي على النبي تاني على الصلاة، افضل الصلاة والسلام. طبعا اي حد عايز اي حاجة في اي وقت انا معاكم، اخوكم في اي وقت تحت امركم. اللي عايز حاجة زي ما قلت لكم معانا الرقم بتاع الواتساب 011-415-799-333. في فكرة مجنونة هتنزل قريب لكن خوفه محتاج يوصل لليفل معين من الشهرة عشان الفكرة المجنونة دي تطلع للنور. ما اتعملتش قبل كده في العالم. تمام. زي ما معودكم دايما بعمل حاجة فيما بعد ممكن تتقلل، لكن لازم تبقى حاجة بوم، حاجة بوم جدا يعني. ان شاء الله بإذن الله هتتبسطوا برضه. المهم اتمنى تقولوا لي مستويات الشراسة ايه في السوق. ايه رايك في الشراسه؟ الكلاب عارف في كلاب ساعات تقريبه مش قوي لكن عشان شرس اوفر فمسمع في الساعه. اللي عايز اي حاجه على الرقم الخاص بيا مكتوب في الديسكريبشن اللي هو 011-415-799-333 تحت امركم في اي وقت. وصباحك فل وسلام.